أكيد سالي، فقرتنا الأولى رح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم وكتير بنتعرض له، يمكن أحيانا ما بنقدر نسيطر على حالنا 100%. وبيتملكنا الغضب، فممكن نتصرف تصرفات ما تكون بالحسبان. صحيح زينب، مثل ما ذكرتي الغضب يلي خصوصي بهيدي الظروف كلنا عم نغضب نعصب. أكيد أكيد زينب، الغضب يلي هو من وجهة نظر علم النفس، ليش بيصير هذا الغضب؟ آثاره شو؟ أسبابه؟ هل هو خلينا نقول حركة اعتيادية إنه يغضب الإنسان، ولا بيصير بشكل مفاجئ نتيجة موقف أو ردة فعل معينة لهذا الشخص، أو بيكون الشخص عصبي بيغضب من أي شيء؟ هيدي الأسئلة كلها حتجاوبنا عليها الأستاذة عزة كردي، اختصاصية بنفسية واجتماعية وبعلم النفس. كيفك؟ شو أخبارك؟ أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. صباح السادة المشاهدين. صباح الخير. يسعد صباحك. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مهم، وخاصة عم نشهده كتير، وممكن يخرب كتير مواقف وعلاقات أيضا بكلمة واحدة. أو يمكن بيقولوا لما الواحد يعصب أو يغضب بيطلع كلام ما بيعرف شو هو. أكيد أكيد. فخلينا نحكي أول شيء عن أسباب الغضب. أولا بداية خليني أعرف لك شو هو الغضب بشكل عام. هو شعور يعني بيعاني منه الإنسان، أو بيكون بيمر فيه عادة الفرد بالمجتمع. هذا الشعور بيولد لدى الإنسان سلوكيات عدائية واستثارة فيزيولوجية. هلا أسباب الغضب هي الحقيقة فيني بنيدهم بثلاث بنود. الأسباب الفيزيولوجية، الأسباب الفيزيولوجية اللي هي بتكون اضطرابات في الغدة الدرقية، فينا نقول فرط نشاط الغدة الدرقية، التعب الجسدي. ممكن يكون كمان الأسباب الفيزيولوجية الاضطرابات الهرمونية العامة اللي بيتعرض لها جسم الإنسان، وخاصة المرأة إذا بدنا نحدد، يعني خاصة المرأة في فترة ما قبل الحيض وفترة الإباضة. وأيضا عندنا الأسباب المهمة هي نقص التغذية. هلا البند الثاني من الاسباب الاخرى هي الاسباب النفسيه، اللي هي بتكون في بدايه يعني العنصر الاساسي فيها الاضطرابات النفسيه بشكل عام اللي بيتعرض لها الانسان. عندنا دائما الشعور بالايذاء النفسي، يعني مثلا لما بيتعرض لايذاء نفسي فهذا الشيء بيولد عنده شعور بالغضب، يعني بصير عنده شعور بالغضب. التعرض دائما للمشاكل والمشاحنات، الذكريات المؤلمه والمزعجه، التعب الفكري، هذا كله من الأسباب النفسية. الأسباب الاجتماعية هي الأخيرة، هي اللي بتكون عدم تقبل الفرد للآخر في المجتمع، وبالتالي أيضا هون بصير عنا خلافات ومشاحنات دائما، فهذا الشيء هو اللي بيسبب موضوع الغضب من الناحية الاجتماعية. نعم نعم. يعني استاذه عزه، خلينا نقول في اشخاص يعني بنلاقيهم انه ما نون سريعين الغضب. نعم. يعني بنقول بالهم طويل، نيالكم على هالبال الطويل. وفي نعم. ناس يمكن من كلمه واحده بيشتعل فيها الغضب. يعني في فرق احيانا بين الاشخاص، هل هذا الفرق ناتج عن بيئه معينه ربي فيها الشخص؟ مثلا الاهل ما نون عصبيين، هو بيميل للشيء الرايق، هو ممكن عنده قدره على ضبط النفس اكثر من الشخص الثاني. يعني في 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 اشخاص على الجد. نعم صحيح، لانه كل فرد من افراد المجتمع او كل شخص فينا عنده استعداد دائما، وحتى في هو استعداد وراثي، فينا نقول كمان الوراثي بتلعب دور يعني، ولكن دائما التدريب على اي شيء، على اي سلوكيات ومهارات جديده في الحياه بخفف من حده ضغط اي سلوك نحن نتعرض له بالحياه اليوميه. فممكن يكون الوراثي بتلعب دور، التدريب، ممكن يكون وعي هذا الشخص وقدرته بالحياه اليوميه وتعامله مع الاشخاص بيكون اكثر سلاسه من التعامل مع الاشخاص الاخرين. وبتفرق كمان هون من شخص لاخر وكيفيه المواقف اللي تعرض للانسان وانواع الغضب اللي هلا رح نحكي عنها اكيد بعد شوي. نعم اكيد. الغضب كمان بياثر على الصحه النفسيه للانسان، يعني نعم. بتلاقي السريع الغضب بتلاقيه دائما تعبان مرهق، ما بفرغ طاقته لحتى يطلع غضبه. نعم. لو كان قلبه طيب، يعني في صفات معينه مو ضروري الغضب وعاده سيئه، لكن وعدم تحكم خلينا نقول. نعم. بمشاعره اللي بتظهر. بس كمان اثار الغضب على الصحه، اثار الغضب على الصحه، الحقيقه اثار الغضب على الصحه اثار كثير سيئه جدا، وبنتمنى انه من كل الاشخاص يضبطوا نفسهم، لانه من اسباب يعني الغضب بيعمل ضعف للصحه النفسيه بشكل عام. صح. لصحه الجسم. فمن اهم الاسباب اللي بتاثر على الصحه النفسيه بسببها اللي بيكون هو الغضب، عندنا ارتفاع الضغط، يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع ضغط الدم، سرعه التنفس،
سرعة ضربات القلب. أيضا كمان فيني أقول لما بيعصب الإنسان أو بيغضب بيصير عنده بالجهاز العصبي تأثير على الأوعية الدموية صحيح. مما يسبب له الصداع. كمان الغضب بيأثر على الصحة النفسية من خلال الجهاز الهضمي، بصير في عندنا سوء بالهضم، نعم بصير عندنا مشاكل جلدية لأنه الغضب بيفرز هرمونات بالجسم بتسبب مشاكل جلدية عند الأشخاص. وأيضا كمان من المسببات اللي بسبب الغضب هي مشاكل في البشرة، ويعني يساعد على ظهور التجاعيد المبكرة عند بعض الأشخاص. نعم، يعني مثل ما ذكرتي له آثار كثير نعم. خلينا نقول سلبية، وأحيانا إذا غضب الإنسان يوم ثاني يوم جسمه بيكون مكركب من هذا البدن أكيد. يعني قديش الإنسان لازم يساعد حاله على ضبط النفس مشان صحته، مو مشان الشخص الآخر اللي غضب من شانه. أكيد دائما بننصح بنقول إنه الفرد بشكل عام لازم يكون عنده عادة وحسن ضبط النفس دائما، يعني يكون عنده تقبل لكل الأمور اللي بتصير معه بالحياة، بيكون عنده هو دائما الهدوء والتجاوزات. يعني أنا دائما بنصح تجاوز، ما بدنا نوقف بالحياة عند أي موضوع صغير حتى نقدر نحن نضبط أنفسنا تجاه موضوع الغضب. أكيد. طيب كيف لازم الإنسان يسيطر على غضبه؟ يعني إذا قرر شخص كتير بيغضب بسرعة إنه يعمل كنترول أكيد. في تدريبات معينة، في مراحل تدريبية معينة ممكن لازم يدرب حاله عليها؟ أكيد. بالنسبة لموضوع الغضب، الإنسان مثل ما حكينا أنه دائما الإنسان بالتدريب بالحياة اليومية دائما هو بيوصل لمرحلة عالية من السلام النفسي حتى اللي بتخليه أنه هو يقدر يسيطر على نفسه. من أهم الأشياء اللي لازم يتصرف الإنسان عند الغضب أو قبل ما يعني يتلافى هو دائما الأسباب اللي بتوصله للغضب، نعم دائما يكون عنده هدوء، هدوء يعني يتفكر قبل ما يحكي. يعني دائما بدنا نضبط ألفاظنا قبل ما نحكي، بدنا تدريب حتى ما نقدر انه نحن نستثير نفسنا والأشخاص اللي بيكونوا أمامنا. بنفس الوقت كمان لازم نحن نهدى قليلا، يعني وقت الإنسان بيغضب يحاول انه يكون هادئ نوعا ما، بعدها إذا حاول أنه هو يعبر عن غضبه بيعبر عن غضبه بطريقة غير تصادمية، يعني بيكون أنه هو بيعمل كنترول على أعصابه بس بشوية هدوء. هلأ في بعض الأشخاص بيقول لك أنه شلون نحن بدنا نهدأ؟ أكيد بالتدريب ممكن الإنسان يهدأ، وببعض الممارسات اللي هي مثل الرياضة، الرياضة كتير بتخفف من التوتر، تفرز هرمونات كتير بتساعد الجسم على السعادة والهدوء، سماع للموسيقى. في أشخاص عندهم غضب كتير مبالغ فيه ما بيقدروا يسيطروا على نفسهم، هون بهيك حالي أنا يعني بنصحهم أنه يطلبوا المساعدة من الأشخاص، من الأصدقاء، من الأهل حتى يقدروا هني يتفهموا وضعهم ويساعدون على تجاوز المشكلة. ونحاول دائما مثل ما حكينا نتجاوز وما ندقق على كل صغير والكبير بالحياة. الحياة بدها تجاوزات، المواقف كل ما تجاوزناها ببساطة بسلاسة بابتسامة بنقدر أنه نحن نتجاوز الغضب. نعم أكيد. لكن عم نحكي كمان يمكن على الشخص المقابل، الشخص الغاضب كيف لازم يستوعبه ويمتص الغضب تبعه؟ يعني كثير بنلاقي علاقات معينة، إن كانوا زوجين، إن كانوا صديقين، إن كانوا في علاقة طيبة بيناتهم زملاء، أحيانا بيكون في واحد فعلا غاضب وممكن يطلع كلام ما بيقصده أكيد. وبعدين قديش كمان مهم هذا الشيء للصحه النفسيه؟ هذا كثير مهم، لانه انت بهاي الطريقه انت طلعتي كل شيء في بقلبك، طرتي المشاعر السلبيه المخزنه جوات العقل والقلب تمام. فرغتيها كلياتها، فبهاي الطريقه انت هون ما عاد حملتي شيء. مجرد ما انت فرغتي هاي الطاقات السلبيه اللي عندك فهون خلص، يعني هذا الشيء حررتيه انت من جسمك، حررتيه من عقلك ومن فكرك ومن قلبك، فبالتالي هون انت صار عندك استعداد لتقبل شغلات جديده وايجابيه اكثر، وبنفس الوقت انت هون يعني ساعدتي في بناء علاقة جيدة مع الأشخاص اللي حواليك، إنك أنت حكيتي لهم من باب إنه أنا شو صار معي، فهذا شيء جيد كتير لنفسك، إنه الاعتراف بالشيء اللي أنت تصرفتي وهذا شيء كتير جيد وعلامة يعني جيدة تدل على شخصية ناضجة أكيد. نعم، لكن مثل ما قلنا إنه دائما بنحس الشخص العصبي قلبه كتير طيب، يعني في أشخاص عصبيين بيكونوا بس يعصبوا خلاص بعد 5 دقائق بينسوا الموضوع وبيرجع وبيسلموا بينسوا إنه تزعلوا مع حدا وعادي. نعم. في ناس بتقول إنه الشخص اللي هو اللي بيكبت هذا الغضب هو شخص يكمن الضغائن. نعم. فما مدى صحة هذا الشيء بعلم النفس؟
هلا الشخص اللي بيكتم الغضب اكيد هو مثل ما تفضلت هذا نوع من انواع الغضب، بيكون في عنده الانسان يعني بيكبت الغضب وبصير عنده حقد، فممكن انه يخبي لكن بيجي ادنى موقف مع هذا الانسان بيطلع كل شيء او ما ايوه بيطلع هذا الشيء اللي جواته، لكن بطريقه سخريه او بطريقه يعني بطريقه استهزاء مبالغ فيها كثير، فبالتالي يؤدي الى حدوث مشاكل وعراك وتلفظ ببعض الالفاظ. فهون نحن دائما بننصح انه ما الكبت، يعني الكبت هذا الشيء غلط للصحه النفسيه، وحاولوا دائما انه يكون عند الانسان اذا غضب مثل ما حكينا انه يحاول انه يستعين ببعض الاصدقاء او انه هو يمارس بعض السلوكيات او المهارات اللي انا حكيتها مشان يقدر يتجاوز موضوع الغضب بوقته. يعني نعم، يعني استاذه عزه نحن يعني نتمنى انه يطول الحديث اكثر. نعم. عن هذا الموضوع وعن مواضيع اخرى. خلينا نتشكرك وخلينا هيك نوجه بس كلمه لمشاهدينا، كلمه اخيره شو بتنصحيهم؟ بنصح الساده المشاهدين جميعا دائما التحلي بروح التسامح، دائما الابتسامه، دائما التقبل، الامتنان، هي كلها عوامل بتساعدنا انه نحن نعيش على الاقل بيومنا بشكل سعيد تماما ومرن، ودائما يكون عندنا هيك نظره امل وتفاؤل بانه القادم اجمل باذن الله ان شاء الله. اكيد. شكرا لكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها ولوجودك معنا عزه. شكرا لاستضافتكم الكريمه. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا.